السلام عليكم يا شباب، رجعنا مرة تانية مع فيديو جديد من فيديوهاتنا. في الفيديو ده هنتكلم على الفيزلز، وأول صورة في الفيزلز معانا هي صورة الثوراسيك انلت، مدخل الثوراكس والفيزلز وهي خارجة أو داخلة خلال الثوراسيك انلت. طب ما تيجي كده نتكلم على الفيزلز ازاي بتنشأ وازاي بتخرج أو تدخل للثوراكس. بص كده، دي صورة للثوراسيك انلت. تعالوا نكبر الصورة ونمشي مع الثوراسيك انلت واحدة واحدة. في صورة الثوراسيك انلت دي كده هتلاحظ ان الثوراسيك انلت بيتكون من الامام، من الابر بوردر بتاع المانيبورا مسترناي او الابر بوردر بتاع الاسترنم، يتصل في الخلف بالفيرث ثوراسيك فيرتبري، الفقرة الظهرية الاولى، بيتصل بها على الجانبين عن طريق الضلع الاول او الفيرست ريب. طب ما تيجي نشوف الفيزلز ازاي بتعدي من خلال الثوراسيك انلت، مدخل الثوراكس، ايه المنطقة دي كده. تعالوا نشوف. بص كده، ده الهارت. الهارت بيطلع منه 3 فيزلز على الأقل في الأبر بوردر بتاعه، الأورطة بيعمل أرشنج، البلمونري ترانك والسوبيريور فينا كيفا. طب ما تيجي نكبر الجزء ده كده ونشوف الفيزلز دي ازاي بيحصل لها كونتينيويشن او ايه الكونتينيويشن بتاعها. بص كده معايا، ده الارش في زورته. الارش في زورته ايه البرانشات اللي بتخرج من الارش في زورته؟ اول برانش معانا البرانش ده كده اللي اسمه البريكيوسيفاليك ارتري. البريكيوسيفاليك ارتري ده اول برانش وموجود على الرايت سايد، بيجي ينقسم الى رايت سبكليفيان ارتري وبينقسم الى رايت كومن كاروتيد ارتري، ثم بعد كده الاورطه بيتابع طريقه عشان يديني برانش تاني. البرانش ده كده اسمه ايه؟ اسمه الليفت كومن كاروتيد ارتري. اخر برانش من برانشات الاورطه هو الليفت سبكليفيان ارتري. طيب ده بالنسبه للاورطه وبرانشاته. طب ايه التريبيوتريز اللي جايه للسوبيريور فينا كيفا ده كده؟ السوبيريور فينا كيفا كان بيتكون عن طريق اتحاد تو فينز، هما البريكيوسيفاليك فين، الرايت بريكيوسيفاليك فين والليفت بريكيوسيفاليك فين. الرايت بريكيوسيفاليك فين كان في دايركت كونتينيويشن مع السوبيريور فينا كيفا. رايت بريكيوسيفاليك او الليفت بريكيوسيفاليك كل من هو بيتكون من اتحاد تو فينز، واحد جاي من الهيد والنك وماشي مع الكومن كاروتيد، اسمه ايه الفين ده؟ تعالوا نشوف اهو الفين ده كده اللي اسمه الانترنال جاجولار فين. في internal jugular vein على ال right ماشي مع ال right common carotid، وفي internal jugular vein ماشي على ال left side مع ال left common carotid. طيب ايه ال vein التاني اللي كان بيشارك في تكوين ال brachiocephalic على ال right side او على ال left side؟ اكيد هو ال subclavian vein اللي بيكون ماشي مع ال subclavian artery. اوكي طيب تعالوا نضيف حاجة تانية للرسمة. نضيف، بص كده، لما اجي ابص كده هلاقي في عندي تو تيوبس موجودين ما بين الفيزلز على الرايت سايد وعلى الليفت سايد، وبيدخلوا للثوراكس خلال الثوراسيك انلت. اكيد اللي موجوده منهم في الفرونت هتبقى التراكيه، واكيد اللي موجوده منهم وراها هيكون هو الاسوفيجس. اوكي طب ما تيجي نضيف حاجه كمان على الرسمه، تعالوا نضيف النيرفز. وعشان اوضح النيرفز بشكل اوضح خلونا نكبر الصوره شويه، اعتقد كده الصورة هتكون افضل. ايوه بص كده، في الصورة اللي قدامك دي هتلاحظ ان في عندي نيرف اهو ونيرف اهو ماشيين ما بين التراكية والاسوفيجس على جانبي، على الجانبين، هما الريكارنت لارينجيال نيرفز، الرايت ريكارنت لارينجيال والليفت ريكارنت لارينجيال. عايز اضيف عليهم نيرفين موجودين على كلا الجانبين، الرايت سايد والليفت سايد، هما الفيجاس والفرينك. الفيجاس بيكون موجود داخليا شوية كده لانه بيكون رايح يغذي الهارت وعده اجزاء اخرى، بينما الفرينك بيبقى موجود ناحيه اللاترال شويه لانه نازل رايح الدافري. هتلاحظ ان الفيجاس والفرينك على الرايت سايد موجودين لاترال للكومن كاروتيد، وبيعدوا مع السبكليفيان او قدام السبكليفيان وورا الانترنال جاجولار بالنسبه للفيجاس، ولاترال شويه بالنسبه للفرينك. لكن الاثنين الفيجاس والفرينك بالنسبه للليفت سايد بيكونوا معديين ما بين الكومن كاروتيد وما بين السبكليفيان، وبعد كده بيجوا يعدوا عند الارش اوف ذا اورتا قدامه
الفيجاس بيعمل ارشنج ويدي برانش بتاعه اللي هو الليفت ريكرنت لارينجيال عشان يرجع يظهر هنا. اوكي، يبقى كده انا عرفت ان الفيجاس والفرينك بيكونوا موجودين لاترال للكومن كاروتيد. اوكي، تعالى بقى دلوقتي نمسك الصورة دي كده ونشوف ايه الفيزلز اللي المفروض ان انا هشوفها خلال الثوراسيك انلت. بص كده، الثوراسيك انلت في حد ذاته بيبدأ من الامام بالمانيبورا مسترناي دي كده، ده الفيرست ريب اللي بيصل للمانيبورا مسترناي قدام بالفقرة رقم T1، الفقرة الظهرية الاولى. وبما ان ده الضلع الاول الفيرست ريب، يبقى يكون ده السكند ريب او الضلع الثاني. بص كده، المفروض ان ورا المانيبورا مسترناي مباشرة هيكون عندي الاورطة وعندي السوبير فينا كيفا، وبرانشاتهم هتعدي من خلال المانيبورام استرناي او من خلال الثوراسيك انلت. تعالوا كده نعد برانشات الاورطه. اول برانش من برانشات الاورطه البرانش الصغير اللي مخفي هناك ده كده، الصغير ده كده، ده البريكيوسيفاليك. بيطلع منه ايه؟ اكيد اللي طالع منه ده الكومن كاروتيد ارتري على الرايت سايد، ما تنساش تكتب رايت كومن كاروتيد، واكيد هيكون ده الرايت سبكليفيان. تاني برانش من برانشات الاورطه ده كده، ده الليفت كومان كاروتيد، واكيد ده الليفت سبكليفيان. طيب ما تيجي نشوف بقى التريبيوتريز بتاعه السوبيرو فينا كيفا. السوبيرو فينا كيفا كان بيدي ايه؟ كان من دايركت كونتينيويشن بتاعه ده كده الرايت بريكيوسيفاليك فين، واكيد ده الليفت بريكيوسيفاليك فين. بيخرج لي بقى من الثوراسيك انلت ده كده الانترنال جاجولار فين على الرايت سايد طبعا، وفي زيه انترنال جاجولار فين على الليفت سايد، واكيد بيكون في كمان التريبيوتري له اللي هو السبكليفيان فين على الرايت سايد والسبكليفيان فين على الليفت سايد. ما بين الفيزلز على الرايت سايد والليفت سايد اكيد بيكون موجود عندي التركية ووراها الاسوفيجس. طب ايه امال ايه الستراكشرال بيربلش اللي موجود على الرايت سايد وموجود على الليفت سايد زيه ده كده؟ اكيد دي اللنج، الرئة، واكيد ايه الجزء من اللنج اللي بيعدي فوق الفيرست ريب ويخرج من الثوراسيك انلت؟ هيكون هو الايبكس اوف ذا لنج. الايبكس اوف ذا لنج بتعدي خلال الفتحه دي اللي بنسميها الثوراسيك انلت او السوبيريور ثوراسيك اباريتشر. اباريتشر يعني فتحه، فتحه الثوراكس العلويه اي الثوراسيك انلت. طب تعالوا نشوف الصوره الثانيه. بص كده للصوره دي، الصورة دي خدت الرايت سايد من الثوراسيك انلت وبدأت تكبره وتورينا الحاجات المميزة فيه. تعالوا ناخد الحاجات اللي احنا شفناها في الصورة دي برضه كده ونطبقها هنا. دي الأبر بورد بتاع المانيبورا مسترناي، دي الكلافيكل، وده الفيرست ريب. بص كده، المانيبورام المفروض وراه هنا البريكيوسيفاليك فين، يبقى أكيد بيطلع منه الانترنال جاجولار السبكليفيان فين. الانترنال جاجولار احنا قطعناه عشان نوري الاستراكشرز اللي وراه، فالكونتينويشن بتاعت الانترنال جاجولار هي اللي موجوده فوق، تكمله الانترنال جاجولار بس مقطوع الجزء اللي في المنتصف. ده ايه؟ ده الانترنال جاجولار فين، وده ايه؟ ده السبكليفيان فين. طيب برانشات الاورطه، اول برانش من البرانشات هو البريكوسيفاليك ارتري. البريكوسيفاليك ارتري بيديني سبكليفيان ارتري وبيديني كومان كاروتيد ارتري، رايت سبكليفيان ورايت كومن كاروتيد. يا ريت تحاول انك تضيف رايت وليفت عشان تحدد اجابتك بالظبط. بص كده، رايت سبكليفيان، الرايت كومن كاروتيد، ثم الكومن كاروتيد اكيد بيكمل فوق. ده تاني برانش من برانشات الاورطه، اكيد هيكون ده الليفت كومن كاروتيد. دي ايه اللي موجوده ما بين الاستراكشرز على الرايت سايد والليفت سايد؟ اكيد هتكون دي التركيه. عايز اكبر الصوره واوريكم الفيزلز، بس لاحظ بص كده ان انا معايا مجموعه كويسه من الفيزلز. واحد سوري النيرفز، ادا نيرف، ادا اتنين، ادا تلاتة، ادا اربعة. بص كده انا هقولهم دلوقتي وبعدين هكبر الصورة عشان يبقوا يتضحوا اكتر، او ممكن اعمل كده. بص اعتقد كده الصورة اوضح. بص كده تعالى نشوف النيرفز دي كده، نركز شوية فيهم. في نيرف ماشي جنب اللارينكس بينها وما بين الاسوفيجس وعلى الرايت سايد، يبقى اكيد هيكون ده الرايت ريكرنت لارينجيال نيرف. لما اجي ابص كده للنيرف ده هحس ان هو مش ده مش نيرف طبيعي، ده في انتفاخات، حاجات منتفخه كده، اكيد دي الجانجليا، يبقى اكيد دي السمباثيك ترانك. السمباثيك ترانك الطبيعي انها بتكون ماشيه جنب الفرتبري، جنب الفقرات في المنطقه دي كده، فدي بما ان فيها انتفاخات يبقى اكيد ده مش نيرف عادي، دي السمباثيك ترانك وفيها السمباثيك جانجليا. بص كده بقى، في عندي نيرفين اهم، واحد اتنين.
النيرفين دول ماشيين لاترالي للكومن كاروتيد، واحد منهم معدي ورا الانترنال جاجولار وواحد سلايت لاترالي له. لما نيجي نفتكرهم كده هتلاقي اللي كان قريب ومعدي ورا الانترنال جاجولار ده كان الفيجاس، واللي معدي بعيد شوية ده الفرينك. يبقى اكيد النيرف ده ايه؟ ده الفيجاس نيرف، واكيد ده ايه؟ ده الفرينك نيرف. اوكي، طبعا بقية الصورة بتوضح ايه؟ بتوضح برانشات السبكليفيان ارتري وتوضح الريليشنز بتاعته. فانا هخلي بقية الصورة دي اعملها في الفيديو الجاي عشان نتكلم بالظبط بالتفصيل عن السبكليفيان ارتري. السلام عليكم.